أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم بأحسن القبول. مع سيرة الإمام الباقر عليه السلام، القسم الحادي عشر، وفي هذه الليلة نتحدث عن ولادة الإمام، ما جاء في ذلك من أخبار، وكذلك عن البشارة بولادته المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. شيخ المفيد في كتاب الإرشاد يقول: ولد الباقر عليه السلام بالمدينة سنة 57 من الهجرة. ما في اختلاف أن ولادة الإمام كانت في المدينة المنورة، وهناك شبه اتفاق على أنها كانت 57 هجرية. قرأت في مصدر من المصادر أن 56، وذاكر من أين أخذ ذلك، ولما رجعت إلى المصدر الأصلي وجدت أنه أيضا يقول سنة 57، فيبدو أن 57 هو الأصح فيما ذكر في سنة ولادة الإمام الباقر عليه السلام. ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب يقول: ولد بالمدينة، ويحدد اليوم يوم الثلاثاء، وقيل يوم الجمعة غرة رجب. غرة رجب يعني أول يوم من شهر رجب. إذن 1 رجب سنة كم؟ سنة 57 هجري. الآن عندنا احنا برامج لتحويل التاريخ، نبي نشوف هو يوم جمعة ولا هو يوم الثلاثاء ولا يوم سبت ولا أي يوم. من خلال برامج التحويل، الأول من رجب سنة 57 هجرية يوافق يوم السبت 9 مايو سنة 677 للميلاد. طبعا الشهر الهجري انتم تعرفونه، يمكن يثبت يمكن ما يثبت، يمكن هذا بالحساب، يعني قد يحتاج تأجيل ليلة، ولكن هو تقريبا في مثل هذا التاريخ، يعني في الثلث الأول من شهر مايو من سنة 677، ويكون يوم السبت. احتمال يكون يوم جمعة، احتمال يكون يوم أحد، شيء من هذا القبيل. ابن خلكان في وفيات الأعيان وآخرون أيضا قالوا: مولده يوم الثلاثاء 3 صفر، مو شهر رجب، يوم 3 من شهر صفر سنة 57 للهجرة. فش كثر تغير ويانا؟ تغير ويانا 5 شهور. شهر صفر هو 2 شهر، وشهر رجب هو 7 شهر، بين 7 و2 5 شهور، ففي فرق بينهم هالمقدار. أيضا إذا نبي نحول التاريخ، فإن 3 من صفر سنة 57 راح يكون يوم الاثنين، واحتمال يوم الثلاثاء مثل ما هو قال يوم الثلاثاء، 15 ديسمبر 676. يعني السنة الميلادية تختلف، ليش؟ لأن هذا شهر 12 من سنة 676 للميلاد. الآن أيا كان، عندنا إخبارات روايات تتحدث أن النبي صلى الله عليه وآله بشر بولادة الإمام الباقر عليه السلام. تعالوا نشوف هذه الروايات، روايات متعددة أن النبي أخبر جابر بن عبد الله الأنصاري، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري اللي هو متوفي سنة 78 هجرية. الإمام متى مولود؟ 57، يعني قاعد نتكلم 21 سنة عاصر فيهم جابر الأنصاري، عاصر فيهم الإمام الباقر. جيد، فإذا هو عمر، وهو حسب ما يقال آخر الصحابة وفاة في المدينة المنورة، وعمره قريب 100 سنة، يعني من توفى يمكن 93 شيء كذي سنة وتوفى. طيب، إن النبي أخبر جابر الأنصاري بأنه سيولد له مولود من خلال الإمام الحسين عليه السلام، من ذرية الإمام حسين، اسمه محمد، وفي بعضها أن حتى اللقب أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الروايات المتعددة هي تلتقي في فكرة واحدة خلاصتها اللي أنا ذكرتها، بشارة النبي
بولادة محمد حفيد الإمام الحسين عليه السلام. طيب، لكن شلون عرفنا هذه القضية؟ شو اللي حصل؟ متى تكلم جابر وقال أن النبي أخبرني بكذا وكذا؟ شو اللي هذا؟ هذه الروايات مختلفة فيه، فالتفاصيل تتغير. واللي نقل لنا الخبر أيضا عندنا أكثر من راوي، واحدة منها روايات جاءت على لسان جابر الأنصاري نفسه. نشوف الرواية الأولى عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يوشك، يقول حق جابر، يوشك أن تبقى حتى تلقى، هذا في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد، حتى تلقى ولدا لي من الحسين عليه السلام يقال له محمد، يبقر علم الدين بقرا، فإذا لقيته فأقرئه مني السلام. هذه اخذوها زبدة الموضوع، زبدة القضية، هذه البشارة بهذه الصورة هي زبدة القضية. طيب، هذا وين؟ هذه الرواية عن جابر في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد، فهي تمثل خلاصة الحدث في أقل تفاصيله، وبعيدا عن ملابسات وما وراء تصريح جابر بذلك. يعني متى قال جابر هذا؟ شنو اللي صار؟ صارت حادثة معينة كذا؟ بعيد عن هذه التفاصيل، هذه هي الزبدة. رواية ثانية أيضا عن جابر الأنصاري، ولكن فيها تفاصيل. الرواية عن عمرو بن شمر، خلوا هذا الاسم ببالكم، راح نرجع له بعد شوية، في كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق، عن عمرو بن شمر قال: سألت جابر بن يزيد الجعفي، هذا جابر غير جابر اللي كنا نتكلم عنه، هذا جابر من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، ومختلف في وثاقته، قسم وثقوه وقسم لم يوثقوه، ويبدو أن الرجل موثق هو بنفسه، ما في مشكلة. مشكلته منه؟ مشكلته الناس اللي كانوا حوالينا، في مجموعة من الناس السيئين من الرواة الكاذبين الذين جلسوا عنده، أخذوا منه شيئا وتلاعبوا وزوروا في تراثه، سواء في كتابه، هو عنده كتاب ماخذه عن الإمام الباقر، يعني يسمع الإمام باقر ويسجل، وأيضا روايات الشفوية، فدعي عليه من قبل مجموعة من الرواة. مشكلته هني، وذيل المجموعة قسم منهم كانوا من الغلاة، فكانوا يدعون عليه، وبالتالي يدعون على الإمام الباقر عليه السلام. المهم، عمرو بن شمر قال: سألت جابر بن يزيد الجعفي فقلت له: ولما سمي الباقر باقرا؟ قال: لأنه بقر العلم بقرا، أي شقه شقا وأظهره إظهارا. إن شاء الله راح نتكلم عن هذه الكلمة وهذا اللقب للإمام الباقر في بحث منفصل، لما نتكلم عن مقامات الإمام الباقر وما جاء في الثناء عليه وفي ألقابه. ولقد حدثني، الآن هذا اللي همنا، إن جابر الجعفي يقول حسب هذه الرواية: ولقد حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري اللي هو صاحب النبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يا جابر، إنك ستبقى حتى تلقى ولدي محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، المعروف في التوراة بباقر، المعروف في التوراة بباقر، فإذا لقيته فأقرئه مني السلام. فلقيه، يعني جابر، فلقيه جابر بن عبد الله الأنصاري، لقى منه الإمام الباقر في بعض سكك المدينة، فقال له: يا غلام، من أنت؟ قال: أنا محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. قال له جابر: يا بني أقبل. فأقبل، قال: تعال. ثم قال له: أدبر، عطني ظهرك وامشي. فأدبر، فقال: شمائل
رسول الله صلى الله عليه وآله ورب الكعبة. يعني شنو؟ مشيته، جسمه، كذا، كأنك تشوف النبي صلى الله عليه وآله على مصغر طبعا لأنه صغير. ثم قال: يا بني، رسول الله صلى الله عليه وآله يقرئك السلام. احنا أي سنة قاعد نتكلم؟ ما يندرى، سنة 60 70 75 78. الرسول متى متوفي؟ سنة 11. يعني قاعد نتكلم عن كم سنة؟ احتمال 60 سنة، أكثر أقل. فقال على رسول الله السلام: ما دامت السماوات والأرض وعليك يا جابر بما بلغت السلام. فقال له جابر: يا باقر يا باقر يا باقر، أنت الباقر حقا، أنت الذي تبقر العلم بقرا. ثم كان جابر يأتيه، يعني يروح يزور الإمام الباقر وهو صغير في السن، فيجلس بين يديه فيعلمه. منو اللي يعلم منه؟ قسم قالوا يعلمه، يعني جابر كان يخبر الإمام الباقر شنو الأشياء في الأشياء اللي شافها في زمان الرسول. أنا شفت كذي، صار كذي، كذا أشياء هو عايشها، فيخبر الإمام الباقر عن هالأمور. هذا احتمال. وقسم شي يقولون لا، يعني الإمام الباقر كان يدرس منه جابر الأنصاري. خلينا نكمل. فربما غلط جابر، يعني الإمام الباقر شي يقول له، يقول له لا هذا مو صح، القضية كانت بهالشكل، أو الرسول ما قال كذي، قال كذي. فربما غلط جابر فيما يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه ويذكره. يعني الشيء اللي كان جابر يقول حق الإمام باقر، الإمام باقر شو يقول له؟ يقول له مو صحيح، يصحح له الغلط ويذكره، يقول له لا، والدليل كذا وكذا. واحتمال العبارة هكذا: فربما غلط جابر فيما يحدث به عن رسول الله عليه ويذكره، فيقبل ذلك منه، ما يعترض جابر، ويرجع إلى قوله. يعني يعتبر جابر كلام الإمام الباقر هو الصح، وهو اللي شاهد للحدث يقول أنا شنو؟ غلطان، اشتبهت، ناسي، ذاكرة، كذا. وكان يقول: يا باقر يا باقر يا باقر، أشهد بالله أنك قد أوتيت الحكم صبيا. مثل منه؟ نبي يحيى عليه السلام. طيب، مشكلتنا بهالرواية هذا عمرو بن شمر اللي قلت لكم ذكروا اسمه، اللي هو الراوي عن جابر بن يزيد الجعفي، جابر بن يزيد صاحب الإمام الباقر. عمرو بن شمر سيد الخوئي في معجم رجال الحديث يقول: قال النجاشي: عمرو بن شمر أبو عبد الله الجعفي عربي روى عن أبي عبد الله عليه السلام ضعيف جدا، زيد أحاديث في كتب منه جابر الجعفي. يعني يزور، كان يزور في الكتب، منه في أي كتب؟ في كتب، كتب جابر اللي ماخذها عن منه؟ عن الإمام الباقر عليه السلام. فهو إنسان مزور وضعيف جدا، ينسب بعضها إليه، والأمر ملتبس. يعني وصل الحد إن ما نعرف شنو اللي فعلا كتاب الأصلي وشنو الأشياء اللي هي مزورة على كذا. وفعلا هذا نموذج مما قيل فيه عمرو بن شمر. وبالتالي أول مشكلة تواجهنا مع الرواية إن راويها هو هذا الشخص اللي يزيد. يعني أحيانا تكون قضية حقيقية، بس هو شي يسوي؟ يحط إضافات، وقد يأتي بشيء من عنده أصلا. اللي فعلا يخلينا نتكلم هالكلام إن لما نقرأ الرواية وشوية نتوقف عندها، شلون تمر كل هالسنوات وجابر عايش في المدينة وهو من الناس الموالين لأهل البيت، من المرتبطين بالأئمة عليهم السلام، عنده علاقة خاصة فيهم وبالإمام زين العابدين، وما يدري إن الإمام الباقر مولود، إلى أن يكبر الإمام الباقر ويصير صبي وكذا، ويلاقيه صدفة في صكة من الصكك ويقول لا أنت منه، وما يعرفه. هذا أول إشكال يرد على مثل هذا الخبر. ثانيا، الرواية تقول بأن أنت اسمك موجود باقر في التوراة، وينكو في التوراة أنه باقر؟ شيء من هذا القبيل ما في بالتوراة صراحة. ثالثا،
جابر آخر عمره صار عمي الآن، متى صار؟ ترى ما في اتفاق، أكو شبه اتفاق إنه قبل ما يموت هو صار عمي، بس متى؟ السنة الأخيرة من حياته، سنة 70، يوم صار واقعة الطف كان أعمى، ما في اتفاق، في آراء متعددة، فما نقدر هذا يعني نحطه كإشكال بحيث أن نقول والله وشلون شاف الإمام الباقر وقال له روح وتعال وأنت تشبه الرسول، في احتمال أنه ما كان عمي ذاك الوقت، فما في مشكلة من هالناحية. مشكلتنا وين؟ هالموردين اللي ذكرناهم، إن كل هالسنوات وما يدري عن الإمام الباقر، ولا زائر الإمام زي العابدين، ولا شايف عياله، ولا شايف الإمام الباقر، والمدينة أهي يعني اللي حول المسجد النبي شكبرها أصلاً، المساحة شكبرها، وبيت الإمام الباقر وين موجود أصلاً؟ هو موجود عند المسجد النبوي يعني، شلون ما التقى، شلون ما شاف؟ هذا أمر غريب يعني. قسم آخر من هذه الروايات، هذه روايات عن جابر الأنصاري. القسم الآخر من الروايات عن الإمام الباقر، هو الإمام يقول إن صار كذا وكذا لي مع جابر الأنصاري. نأخذ نموذج في كتاب أمالي شيخ الطوسي عن جعفر بن محمد الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: دخلنا على جابر بن عبد الله. فإذا الإمام الباقر دخل مع مجموعة على جابر في زيارة، مو بالصكة شافوا بعض، لا راحوا كانوا زائرين جابر. فلما انتهينا إليه وصلنا له، سأل عن القوم، منو اللي زائرني؟ منو أنت؟ أنت منو؟ أنت منو؟ أنت منو؟ حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن الحسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، زر مثل القولة هني، فتح الزر، وزري الأسفل. ليش سوى كذي؟ يبي يوسع القميص. الآن أنت لما تسكر كل الزرارات يصير ضيق، من تفتح يصير في مجال. ثم وضع كفه بين ثديي، يعني دخل إيده بالقميص من تحت أو من فوق بحيث حط إيده على صدري بالوسط، وقال: مرحبا بك وأهلا يا ابن أخي، سل ما شئت. أنت يا زايرني كذا، زاير صاحب رسول الله، عنده ذكريات، عنده أخبار، عنده أحاديث، قل لي، اسألني اللي تبي. فسألته وهو أعمى. إذن هذه الرواية تقول أن بذاك الوقت اللي أول مرة يزور فيه ويشوفه شنو كان جابر؟ أعمى. فجاء وقت الصلاة فقام في نساجة فالتحف بها. النساجة هي شنو؟ النساجة شال، هذا الشال قد يكون قصير قد يكون طويل، شيء منسوج، قطعة منسوجة. فالتحف بها، يبي يقوم، صار وقت الصلاة يبي يقوم يصلي، فالتحف بها. فلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها. الشال يحطونه كذي، بعد شي يسوي يقطه كذي ويقطه كذي، بس الشال كان قصير، فمن يقطه كذي شو يصير بالشال؟ ينزل يطيح، فالطرفين شنو صاروا؟ طاحوا كذي بهذا الشكل، فما يرجع لورا، ما يستقر. من صغرها ورداؤه إلى جنبيه أو إلى جنبه على المشجب، المشجب اللي هو العلاق، علاق الملابس يسمونه مشجب. ورداؤه، الرداء هو شنو؟ الرداء هو مثل الشال الكبير اللي شايفين الليبيين يلبسون، يلفون على روح عمر المختار، شايفينه شلون؟ إيه؟ مثل هذا، هذا أو قد يكون مثل البشت، فهو شيء أطول من تلك القطعة اللي كان لابسها. فشي بيقول؟ يقول اكتفى بهذا القصير، مع انه شنو كان؟ ما يغطي، فيبين ان جابر ما كان لابس شيء، يعني مو لابس فانيلة بتعبيرنا، مو لابس قميص، مثلا وزرة كذي كانوا بالحر، وهذا يلبسون كذي وزرة، طرق الوزرة. وقت الصلاة صار، فياي شي يسوي؟ يغطي شوية وقت الصلاة. فيقول كان عنده الطويل هذا، القطعة الطويلة اللي يقدر يلف جسمه فيها ويصلي، ما أخذها، أخذ هذه القطعة الصغيرة، مع أنها شنو؟ ما صارت بهالشكل، قطعتها. فصلى بنا
فقلت الباقر عليه السلام حسب الرواية يسأل جابر أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطني تفاصيل عن حجة النبي، شنو اللي صار، أحداث كذا، شلون النبي حج، كونه شاهد عيان. فقال بيده فعقده تسعا، يعني كأنه يأشر إلى 9 سنوات أو 9 ما أدري شنو، نهاية الرواية إلى آخر الرواية، المهم ما تهمنا التفاصيل هنا. في العموم إن اللقاء صار في بيت جابر، في بيت جابر. هنا صاحب البحار يشرح شنو النساجة وشنو المشجب كذا، فيقول فالغرض بيان جواز الاكتفاء بذلك، إن بالصلاة تقدر أنت تصلي بهالطريقة إذا حاط لك قطعة كذي. وظاهر قوله عليه السلام صلى بنا أنه كان إماما، يعني جابر صار إمام، والإمام الباقر شنو وهو صغير صلى خلف جابر، وفيه إشكال، ولعله شلون يعني إمام يصلي وراء واحد من عامة الناس حتى لو يكون صحابي للرسول، شلون يصير؟ ولعله إنما فعل ذلك اتقاء عليه عليه السلام، يعني من التقية الناس اللي موجودين وكذا، مع أنه يمكن أن يقول أو عفوا يؤول بأنه عليه السلام كان إماما، الإمام هو اللي صار الإمام وجابر صلى وراه، لكن الرواية ما تحتمل ذلك، الرواية صراحة تقول بأن جابر هو اللي صلى إمام. الآن على فرض صحة الرواية، وأنا ما أشوف في بأس، يعني كونه صحابي من صحابة الرسول وكبير بالسن وكذا كان يصير مثل هالمواقف، ما فيها مشكلة، يعني احتراما حق هذا الصاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، لكن الآن هذا نموذج من روايات المروية عن الإمام الباقر. الشيخ المفيد يعطينا رواية أخرى أيضا عن الإمام الباقر فيها اختلاف. روى ميمون القداح عن جعفر بن محمد الإمام الصادق عن أبيه قال، الإمام الباقر عليه السلام قال دخلت على جابر بن عبد الله فسلمت عليه فرد علي السلام قال لي من أنت، وذلك بعدما كف بصره، فهو ما عرف بسبب شنو، إنما كان يشوف. فقلت محمد بن علي بن الحسين، قال يا بني ادن مني، فدنوت منه فقبل يدي أو فقبل يدي ثم أهوى إلى رجلي أو ثم أهوى إلى رجلي يقبلها، فتنحيت عنه لما ينزل على ريولي وخرت. ثم قال لي، شوف ذيك الرواية قالت، قالت حط إيده على صدري، هذه الرواية لا غير. ثم قال لي رسول الله يقرئك السلام، فقلت وعلى رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته، فكيف ذاك يا جابر، شنو القصة؟ فقال كنت معه ذات يوم فقال لي يا جابر لعلك تبقى حتى تلقى رجلا من ولدي يقال له محمد بن علي بن الحسين يهب الله له النور والحكمة فأقرئه مني السلام. ممكن تعيش إلى هذه المرحلة. في روايات أيضا مروية عن الإمام الباقر في نفس القضية، لكن فيها بعض التفاصيل أيضا غير مقبولة. مثلا في كتاب كشف الغمة للأربلي، دخل علي جابر بن عبد الله وأنا في الكتاب، صار عندنا ظرف الحين رقم كم؟ 3، مرة بالسكة، مرة في بيت جابر، ومرة شنو؟ الإمام الباقر قاعد في المدرسة في الكتاب، ودخل جابر فقال اكشف عن بطنك، يقول حق الإمام الباقر، فكشفت له فألصق بطنه ببطني. هذا المفروض أنه يعني يتجنب عن مثل هذه الروايات أنها تطرح وكذا، يعني ما يناسب أن الواحد يتكلم بمثل هذا الكلام. شنو الداعي حقها الآن يحط إيده على صدره؟ معقول جدا. وقال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أقرئك السلام. إن شاء الله تكون لنا جلسة أخرى نشوف الإمام الصادق عليه السلام لما يروي لنا هذا الخبر كيف يرويه، ما هي الفروقات. ثم هناك شاهد عيان كان في مجلس
جابر الأنصاري كيف سيروي الخبر في مصادر أهل السنة، كل اللي طاف كتب شيعية، نشوف أهل السنة أيضا عندهم نفس الرواية، شو يقولون عنها، شنو موجود هناك، إن شاء الله أيضا نتطرق إلى هذا الموضوع في الجلسة القادمة. والحمد لله، اللهم صل على محمد وآل محمد.